لكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، تكون كاع اموركم مزيانه، تكونوا هانيين، تكون صحتكم جيده، وليداتكم لاباس عليهم، والديكم لاباس عليهم، عائلاتكم لاباس عليهم، كلكم تكونوا بخير. صراحه عارفه راسي كنغبر وكنغبر بزاف، ولكن هاد السيمانه اللي دازت كنت معوله نحط لكم فلوق، كنت كنقول غندير فلوق، ولكن ما لقيتش المحتوى اللي خاصني ندير في هاد الفلوق. اش غندير فيها هاد الفلوق؟ ما لقيتش. وحاجه اخرى انه انا كنت مضغوطه شويه بزاف فيها، وقعوا لي بزاف ديال الحوايج، تقلبت وتشقلبت فيها مزيان، ما زعما بزاف الحوايج صراحه خايبين بزاف اللي زعما ضروني فيها، والله الا مرضت فيها شي 3 جوغ، مرضت مزيان واحد المرضة الصح بهاد بداكشي اللي وقع ليا، وما صافي ما تليتش شارك معكم والو، ما لقيتش، ما بقيتش قيت راحه، حيت فاش كنبغي ندير شي فلوق خصني نكون مرتاحه، كنبغي نكون انا كنبغي نكون مرتاحه نفسيا وانا كنهضر معاكم، باش دائما نقول شي حوايج اللي غيشحنوكم بطاقه ايجابيه، ما يشحنوكمش بطاقه سلبيه. انا دوزت هاد لا سيمين كامله اللي دازت دوزتها بطاقه سلبيه صراحه، طاقه دوزتها سلبيه بزاف، ولكن الحمد لله دزت على خير وبخير وعلى خير، على خير وبخير، المهم هو الخير كاين. وكما كنقول لكم دائما انا كنعتبركم عائله، عائله ديالي الثانيه، اولا قولوا اعتبروا راسكم حتى الاولى، المهم نتوما عائله ديالي. كنفرح دائما ملي كندخل لاباج ديال شي تما، فاش كندخل لاشين ديالي لاباج فيسبوك، اثر علينا فيسبوك وانستغرام بزاف، ولينا على لاباج كيضرب لاشين ديالي، فاش كندخل لاشين ديالي كنلقى لي كومونتير ديالكم، كيعجبوني بزاف دوك لي كومونتير صراحه، كيجوني حلوين بزاف على قلبي، كنسمعهم كنقراهم، والله ما عرفتش واش واكله شي حاجه انا هاد العشيه ولا كنهضر، كنقول كلمه من الشرق وكلمه من الغرب، المهم ماشي مشكل، انا هضر مع عائلتي مع احبابي ومع الناس الزوينين دياولي، هانيه اللي قلتها هما كيقبلوا عليها ياك قابلين. المهم قلت لكم كندخل لاشين ديالي كنلقى لي كومونتير زوينين، السلامة يا ربي يا ربي السلامة. ها انتما كيما كتشوفوا لومبيلونس ديزا تاع كوفيد نيت، يا ربي السلامة، يا ربي ترفع علينا بهذه المناسبة، يا ربي ترفع علينا هذا البلاء، يا ربي يا رب، راك كتشوف عالي وعالم، يا ربي ما تعاقبناش بافعالنا يا رب، والله يرفع علينا هذا البلاء بصراحة، حتىش بزاف ديال الارواح، بزاف ديال الاحباب، بزاف ديال الناس مشاو بيه، ما تصلاش عليهم، ما تجمعش عليهم، ما تقالتش عليهم الكلمة مجموع في المجمع، يا ربي ترفع علينا هذا البلاء وصافي. اش كنقول لكم كنلقى دوك لي كومونتير كيعجبوني بزاف، كيعجبوني فريمون كيعجبوني، كنلقى شي حويجات شي كلمات زوينين شي دعيوات زوينين كتخرج من قلبكم وكتوصل لقلبي صراحه، داكشي علاش انا حتى فاش كنكون غازيه مريضه ولا ما غندير شي حاجه ولا كيف ما كان كنفكر انني شاركه معاكم، وكنقول دائما راه عائلتي هذه اللي غنشارك معها هاد الاحداث ديالي وهاد الشيء اللي كندير في النهار. صراحه انا دابا عرفتش عرفتي داك الاحساس شحال زوين كتقرا لي كومونتير زوينين ديالكم، ملي تفكرتهم دابا جاني واحد الاحساس زوين وتخربقت. المهم قلت دابا انا غادي ندير واحد الماموغرافي، غادي ندير الماموغرافي، وقلت علاش لا ما نهضرش معاكم، من تواصل شي معاكم عاود نتناقش معاكم ونطلع عليكم ونسول فيكم، حيتاش فريمون غبرت بزاف، وتشوفوا لي شي حاجه جديده محطوطه، داكشي علاش وانا غادي ندير هذا الماموغرافي قلت نهضر معاكم، حيتاش كنت ديجا مشيت لعند الطبيب، مشيت عندو يا ربي متى مشيت في اكتوبر، مشيت في اكتوبر، ولكن امتى بالضبط ما عقلتش على لادات، مشيت في 15، مشيت في 15 ديال اكتوبر، ودابا كنت خديت رونديفو باش ندير هاد الماموغرافي، قال لي الطبيب ديريها
ملي خديت رونديفو الاول صافي حتى خديتو داكشي، ولكن عقب خرج ليا واحد تخربق مع ليكول وداكشي خصني نصايبو ضروري خصني نحضر ليه، يعني ما يمكنش نضيع ديك الحصه، لا ضيعتها غنتودر شويه على البروف. وانا رجع عاود مشيت ناخذ رونديفو اخر، ملي قلتها ليه ملي مشيت ناخذ عند ثاني رونديفو صونيت لهم داكشي قالوا لي راه كاينين لي رونديفو قراب غير في الصباح، وانا كنت بغيت العشيه، قلت لي بغيت العشيه حتى تقريبا دوك اليومات اللي كيعطوني وانا الصباح دائما عندي دي براتيك، عندي بزاف ديال التخربق خصني نديرو، انا ما نقدرش نمشي عندهم في الصباح. عطوني حتى 16 كما كتشوفوا اليوم 16، عطوني 16 نوفمبر في العشيه، مازال ليا تقريبا شي نص ساعه ولا 35 دقيقه باش نبدا، باش توصل النوبه ديالي، نبدا اش غنبدا بحال اللي غنفتح اليوم باش توصل النوبه ديالي. وقلت علاش ما نهضرش معكم شويه وانا غادي عندهم في الطريق وكنشم في الهواء، كما كتشوفوا الدنيا زوينه والبس زوينه بزاف، صح هاد المدينه زوينه والله، ولكن خاصه شي انسان يكون عزيز عليه تخرج بزاف، عزيز عليه يدور بزاف، كيعجبو يكتشف، كيبقى يمشي كل مره البلاصه، وكما كنقولوا حتى شويه ما عندوش شي بزاف ديال الحوايج ضاغطينو، من بحالي انا كيبقى في الدار. وغير شي حاجه اخرى ما قلتهاش لكم احبائي اعزائي محبيني، انا محبه ديالكم انتم محبين ديالي، عندي بدينا القرايه، درونا الكونفينمون وبدينا القرايه اونلاين، درونا الكونفينمون ودينا القرايه اونلاين، وسبحان من خلق، عرفتي كلشي خارج كلشي خدام كلشي كيقرا الا حنا، الا حنا اللي خلاونا نقراو اونلاين، زعما حنا اللي كنديرو الممرض. دابا اللي بغى يهضر ويدير ماسكاريه ويدير نظاظر، النظارات ديالي مع ماسكاريه ما صالحينش، الا حنا اللي دارولنا الكونفينمون قال قراو اونلاين. دابا الكونفينمون راه مديور ومسدودين ما بين كل فيلاج، مع مثلا حنا اللي فيلاج اللي تابعين المدينه مسدودين، ما كيجوش لي من الناس بلا ورقه انك باش زعما ديك الورقه اللي كيعطوك فيها بلي راه سامحين لك تتنقل، عندك شي حاجه ضروري خصك تتنقل عليها، شي حاجه اوبليغاتوار. والاخرين اللي في المدينه خارجين عادي، دونك حنا اللي كنسبوا لهم المرض تقريبا. انا صراحه ما عجبتنيش هاد القضيه اللي داروا لينا، حيت حنا اصلا بلا حتى حاجه، بلا حتى حاجه ما كانش شويه صعيب، القرايه صعيبه مفشكله بلا حتى حاجه، موضرين وزادينا بكونفينمون قرايه اونلاين. انا بعد ديك القرايه اونلاين ما كنعترفش بها، ما عرفتش علاش ما كتعجبنيش القرايه اونلاين، كتجيني شويه بلي راه مازال فاش كانوا دايرين لنا في الاول كنقراو في الكلاس، وكنعرف شي ناس دايرين ليهم كلاس ودايرين ليهم اونلاين، مره هكا مره هكا، ولكن شويه بعدا كيحضروا كيمشيو كيشوفوا سميتو، ماشي بحال دابا اونلاين كلشي شويه صعيب الحال. هذا ثاني حاجه اخرى دازت عليا فهاد السيمانه ما قلتهاش ليكم، وانا ملي شفتكم وجيت نسلم عليكم قلتها ليكم. وحاجه اخرى اللي عنده شي حل لهاد الماسكاريه مع النظاظر، عير بين ما حيدت هاد الكورونا، عير بين ما رفع علينا سيدي ربي هاد البلاء، راه قتلاتني انا راه قتلاتني الماسكاريه والنظاظر، وما قدرتش نقرا بلا بيهم حيتاش كيضروني عينيا. انا فاش مشيت عند الطبيب ديال العينين قال لي راه شوف ديالك نقص، وقال لي راه حاجه اخرى ثاني انا جيت نعاودها لكم، قال لي راه شوف ديالك نقص، وحتى دابا شويه مظلمه حتى جات شويه الشجار وداك الشيء كما كتشوفوا، حتى شويه الشجار باش ندير لكم جهه اخرى كتشوفوا، داك الشيء جات مظلمه شويه الوسط، وانا التليفون ما نقدرش نبقى شاده بحال هكا تقريبا ما نقدرش. مشيت عند الطبيب قلت لكم انا نقول لكم عاوتاني شنو قال لي الطبيب للناس اللي بقاو مديرونجين عليا. مشيت عند الطبيب يا النظاظر داك نهار قلت لكم حيت كيحرقني راسي بزاف، كنت غير ما كيضرني عينيا، قال لي راه شوف ديالك نقص شويه عينيك، قال لي مضرين بزاف، قال لي عينيك، قال لي راك معصبه وضغط على عينيك، ولا قال لي شي بيريود قال لي ضغط شفاء على عينيك. تفكر انا القرايه اللي كنا كنقراو اونلاين شويه ما حنا فيها كنضغط على عيني بزاف، بس التليفون ما كانوش كيتفرقوا بين يدينا. المهم قال لي شوفي بدلي، عطاني باش نبدل النظاظر، هما كتشوفوا مازال ما بدلتهمش، عطاني باش نبدل النظاظر وباش نبدل زعما الزاجه، و عطاني تقطيره قال لي ديريها 4 شهور
عاد ترجعي تجي عندي نشوف لك عيني كيفاش ولاو. اللي راه هما اللي كيحرقوك في راسك وهما اللي دايرين لك داك الصداع ديال الراس. او فغي ملي بديت كندير داك فغي او فغي سيادي فغي شعلة فغي كي قلتها. المهم او فغي قال ملي بديت كندير داك الدوب دو عيني راسي كينقص شويه الحرق واخا باقي كيضرني ولكن راسي شويه بدا كينقص ماشي كيما الاول. عرفتي راه عرفتو كنت كنفيق في الصباح راسي دارني كيحرقني كنبغي نعس توصل 9 الليل 8 ونص الليل كيحرقني راسي ثاني خصني ضروري نبقى ناخذ شي حاجه ولا نشد راسي ولا شي حاجه بحال هكا ندير لي اي حاجه. المهم راسي ندير له شي ماساج ولا شي حاجه باش يلاه يفوتني ونقدر نعس. ما الحمد لله مع هذا الطبيب قدر بان لي بحال الا داكشي ديك التقطيره اللي عطاني ونضرني غير نبدلهم غيكون كلشي مزيان. المهم دابا نمشي عند الماموغرافي نشوفهم حتى هما وبان لي بحال الا طولت الطريق وما عرفتش راسي فراني. خليكم تهلاو لي فراسكم بزاف بزاف كنحبكم بزاف. تلاقاو ان شاء الله في فلوق اخر نتمنى الدعم ديالكم واللي عنده شي حاجه يقولها لي في لي كومونتير. تهلاو لي فراسكم. سلامه.